تصورك أنه كان يمكن أن تكون هناك سيناريوهات أخرى لمعالجة الوضع بعد حرب 73 غير الدخول في التسوية مع إسرائيل؟ كل تأكيد. ما هي هذه السيناريوهات؟ يعني أنت أمامك أنه مصر لا شك دفعت ثمن غالي وكبير من أبنائها وجيشها وإمكاناتها. طب هي إمكاناتها دوبة تطعم شعبها. كانت مصر في حاجة أن تدعم ماليا. يعني أمريكا الآن بتدعم إسرائيل بمليارات لتحافظ على توازن قواها. كان ممكن تجتمع الأمة العربية وتخطط لوجع مصر قوة عسكرية تواجه القوى الإسرائيلية وتنمي قواتها لتبقى الساحة مواجهة وقوية وتتحمل تبعات الجهاد اللي بتكون في مصر، مش سيبها لحالها وتتحطم لحالها. فلو كان هذا التخطيط ناجح والأمة العربية يعني دفعت ما عليها من بدناش يجيبوا جيوش، ما هي جيوش كثيرة حوالينا، بس أعطونا التزامات مالية لنحافظ على هذا الجيش ونحافظ على قوته، أنا بعتقد كان هذا الطريق أسلم وأصح لعلاج القضية الفلسطينية وليس الاستسلام بالشكل اللي صار. طيب وضع الدول العربية الأخرى وقضية الاستنزاف التي كان يقال أنها تعرضت لها مصر. نعم. أنا يعني أذكر أنه الملك فيصل كان بيدعم مصر كويس في ذلك الموقف. والحقيقة فيصل قتل نتيجة لموقفه من فلسطين والقدس. يعني أنت تعتبر أن مقتل الملك فيصل كان من أجل فلسطين. هو هذا السبب اللي قتله، لأنه قال أريد أن أصلي في القدس، وعارف أنه فيصل كان يقف مع عبد الناصر بكل الإمكانات. يعني أذكر من أحد الناس المقربين من فيصل تحدثني الآن وأنا في زيارة للسعودية، أحد إخواننا العراقيين اللي والده الصواف كان على قريب من الملك فيصل، كان معه في أوروبا عندما سقطت القدس، قال أخذ يبكي. بقول له بتبكي ليش؟ قال له أنا ملك في دولة عربية وإسلامية وتسقط القدس وأنا في أوروبا ومش عامل حاجة. يعني يبكي لأنه تسقط القدس.